Bonjour tout le monde, ça va? Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon grammaticale très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ودرس جديد مهم جدا وبسيط جدا وسهل جدا جدا à savoir le passé composé. Autrefois, le passé composé. Alors la leçon du jour c'est le passé composé. هنراجع النهاردة مع بعض قاعدة جميلة جدا وسهلة جدا هي le passé composé. في فيديو النهاردة نتعرف مع بعض ايه هو le passé composé، امتى اقدر استخدم سوتون الزمن ده، وازاي اقدر اصرف اي فيرب في هذا الزمن. اولا le passé composé اي زمن الماضي المركب، يستخدم هذا الزمن للدلالة وللتعبير عن حدث تم وانتهى. انا حبايبي بستخدم le passé composé عشان اعبر بيه عن حاجة حصلت وخلصت خلاص، هي حاجة اتعملت وانتهت، اكل، لعب، شرب، ذاكر وهكذا. كلمة passé يعني ماضي، وكلمة كومبوزي، كومبوزي يعني الفيرب. الفيرب حاجة واحدة بيتكون من حاجتين اتنين. طب احنا في الباسي كومبوزي هنتكلم على نوع واحد بس من الفيرب وهو لي فيرب دو بروميي جروب. لي فيرب دو بروميي، لي فيرب دو بروميي جروب اللي هي الفيربات يا حبايبي اللي اخرها او ار، الفيربات اللي بتنتهي ب او ار. طيب انا دلوقتي مثلا جاي لي فيرب، الفيرب ده بروميي جروب، الفيرب ده اخره او ار، الفيرب ده اخره ER، وبيقول لي كونجوج سو فيرب او باسي كومبوزي. اعمل ايه؟ بكل بساطه حبايبي اجيب قبل الفيرب اللي مديهولي اجيب قبل منه فيرب افوار. بعد كده احنا طبعا بنتكلم على فيرب الاو ار، بعد كده بشيل الار من الاو ار، بشيل الار من الفيرب وبحط اكسون تيجو على حرف الاو. يبقى بكل بساطه حبايبي درسنا النهاردة اسمه لو باسي كومبوزي، عرفنا ان كلمة باسي يعني الباست او الماضي، وكومبوزي يعني مركب. لو باسي كومبوزي بستخدمه عشان اصف بيه حاجة او حدث تم وانتهى، خلاص حاجة حصلت وخلصت. طيب يعني، طيب يعني كلمة كومبوزي؟ كومبوزي يعني مركب، يعني الحاجة الواحدة الفيرب الواحد هيبقى حاجتين اتنين، وهما احنا زي ما قلت لكم بنتكلم على لي فيرب دو بروميي جروب، فيربات الاو ار او الفيربات اللي اخرها او ار. انا بكل بساطه اجيب قبل الفيرب فيرب افوار، اجيب قبل الفيرب فيرب افوار، بعد كده بشيل الار من الفيرب اللي مديهولي واحط على الاو اكسون تيجو. يبقى اسم الاكسون دي يا ولاد اكسون تيجو. باغ اكزومبل، على سبيل المثال بصوا معايا كده، اول مثال جي ابوستروف دي فريت، عاوز فيرب مونجي، مونجي فيرب، مونجي فيرب تو ايت، فيرب ياكل. انا عاوز الفيرب ده يا حبايبي فين؟ في الباسي كومبوزي. بيقول لي كونجوج سو فيرب او باسي كومبوزي. مبدئيا اجيب قبل الفيرب ده، قبل منه كده اجيب فيرب افوار، بعد كده بشيل الار من الفيرب واحط على الاو اكسون تيجو، فيطلع لي الفيرب بالشكل ده جي مونجي دي فريت، جي مونجي دي فريت، جي مونجي دي فريت. ومعنى الفيرب هنا حبايبي انا اكلت الفرنش فرايز او انا اكلت البطاطس. مثال اخر ايل او تينيس، ايل او تينيس، عاوز فيرب جوي، جوي فيرب تو بلاي يلعب، تمام؟ عاوز فيرب جوي في الباسي كومبوزي. بكل بساطة أول ما يقول لي حبايبي باسي كومبوزي على طول أجيب قبل الفيرب ده فيرب افوار، فيرب افوار مع إيل، طبعا إيلا وشيل الأخ وحط على الأو أكسون تيجو، إيلا جوي، إيلا جوي أو تينيس، إيلا جوي أو تينيس، إيلا جوي أو تينيس، هو لعب تنس. مثال آخر نو لا تيلي، نو لا تيلي، نو يعني احنا، لا تيلي طبعا لا تيليفزيون اللي هو التلفاز. عاوز فيرب روغاردي، بيقول لي كده كونجوج سو فيرب او باسي كومبوزي، اعمل الفيرب ده في الباسي كومبوزي. بكل بساطه هو عاوز فيرب روغاردي في الباسي كومبوزي، على طول اجيب قبل منه فيرب افوار، افوار مع نو، نو زافون روغاردي، واشيل الار واحط اكسون تيجو على الاو، وهتبقى نفس النطق يعني الاو ار بنطقها اي، زي ايمي روغاردي،
jouer, parler, manger, نفس النطق مش هيختلف الأكسون تيجي. طيب فبالتالي القاعدة بتقول لي إيه بقى؟ أنا عندي حبايبي هنا لو باسي كومبوزي، لو باسي كومبوزي الماضي المركب، قلت بستخدم الزمن ده عشان أصف بيه أو أعبر بيه عن حاجة حصلت وانتهت. قلنا كلمة باسي يعني ماضي وكلمة كومبوزي يعني مركب الفيرب، حاجة واحدة بقى كام حاجة قدامكم؟ حاجتين اتنين. ادي ريغاردي حاجة واحدة، أما جيت عمل بقى كام حاجة؟ حاجتين اتنين، افون ريغاردي، وادي جوي حاجة واحدة بقى كام حاجة؟ حاجتين اتنين جوي. الكلام ده اسمه كومبوزي عشان تبقى بس فاهم مش حافظ بس. فكلمة كومبوزي يعني الفيرب يبقى كام حاجة يا ولاد؟ حاجتين اتنين. طيب ايه هما الحاجتين الاتنين دول يا حبايبي؟ أنا بيجي لي فيرب أجيب قبل الفيرب ده فيرب افوار، بعد كده الفيرب يا حبايبي اللي مديهولي بيبقى اخره اخ، انا بشيل منه الاخ، بكنسل منه الاخ، وببدا احط يا اولاد على او اكسون تيجو. دي الراجل عندي ودي القاعده عندي. الوغ سي لا راجل دو لا لوسون، دي القاعده بتاعت الدرس. حاجه سهله جدا وبسيطه جدا ما فيهاش اي مشكله. انت كل اللي عليك تجيب قبل الفيرب اللي مديهولك فيرب افوار، بعد كده بتشيل الاخ وتحط اكسون تيجي على او. فبالتالي لازم اكون حافظ فيرب افوار كويس جدا. افوار جي جي تويا 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 الى الى اونا نوز افون نوز افون فوز افي ايل زون ايل زون. اوترفوا جو ريبيت لو فيرب افوار او بريزون، جي 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 تويا 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 إلى 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 أونا أونا nous avons nous avons vous avez ils ont elles ont. يبقى تاني مع بعض كده لو باسي كومبوزي زمن الماضي المركب. كلمة باسي يا مسيو يعني زمن الباسي الماضي، زمن الباست حاجة حصلت وانتهت. كلمة كومبوزي يعني الفيرب مكون عندي من كام حاجة؟ من حاجتين اتنين. هما الحاجتين بجيب فيرب افوار قبل الفيرب اللي هو مديهولي، والفيرب اخر او اخ بشيل الاخ واحط اكسون تيجي على الاو. ف قلنا لازم اكون حافظ فيرب يا اولاد فيرب افوار كويس جدا. فيرب افوار جي جي تويا 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 الى Et là, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Autrefois, je répète le verbe avoir au présent. J'ai, tu y a, tu y a, tu y a, il a, et là, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. دلوقتي هنشوف مع بعض بعض الأمثلة اللي هتوضح لي الفرق بين الفيرب في او بريزون في البريزنت والفيرب او باسي كومبوزي. على سبيل المثال اول مثلا جمله، اول مثال عندي بيقول لي الجمله اللي هي باللون الابيض، بيقول لي جو مانج او ريستورون، جو مانج او ريستورون، انا باكل في المطعم، انا باكل في المطعم. مانجي هنا متصرف عادي جدا او بريزون جو مانج. طيب عاوز الفيرب ده في الباسي كومبوزي، طبعا فيرب مونج ده فيرب مونجي، هجيب قبل منه افوار واحط على الاو اكسون تيجو. جي مونجي او ريستورون، جي مونجي او ريستورون، انا اكلت في المطعم. المثال الاخر تو روغارد لا تيلي، تو روغارد لا تيلي، انت تشاهد التلفاز. طب فيرب روغارد ده فيرب روغاردي يشاهد، هنا طبعا موجود في البريزون الفيرب اخره اس. طب ما اجي اعمل الفيرب ده في الباسي كومبوزي، هو ده كان فيرب يا اولاد، كان فيرب روغاردي او ار. الفيرب ده هياخد افوار، افوار مع تو تويا روغاردي واحط اكسون تيجو على الاو. ملحوظه النطق مش بيتغير، روغاردي روغاردي. المثال الاخر يقول لي حبايبي il étudie ses leçons، il étudie ses leçons، il étudie، il étudie ses leçons، هو بيذاكر دروسه. طب فيرب étudier يعني تستدي، الفيرب ده في الباسي كومبوزي اجيب قبل منه يا اولاد فيرب افوار
وشيل الروحوت أكسنت أيغو على الأو إلى إتوديي سي لوسون هو ذاكر دروسه. باغ إكزومبل على سبيل المثال مدينا فيرب باغلي تو سبيك يتحدث وبيقول لي كونجوغ سو فيرب أو باسي كومبوزي اعمل فيرب ده فين؟ في الباسي كومبوزي أو باسي كومبوزي. طيب بكل بساطة جدا عاوز الفيرب ده في الباسي كومبوزي على طول اجيب قبل منه فيرب ايه؟ اجيب قبل منه فيرب افوار بعد كده بشيل الاغ واحط اكسون تيجو على الاو فيطلع لي الفيرب بالشكل ده جي بارلي تويا بارلي إلى بارلي نوز افون بارلي فوز افي بارلي إيلزون بارلي. زي ما انتم كده ملاحظين النطق البرونونسياسيون ما اختلفش حبايبي الاو اغ هي هي نفس النطق بتاع الاكسون تيجو خلاص. يبقى فيرب بارلي او اي فيرب اخره او اخ بيقابلني او اللي انا هدرسه السنه دي بجيب قبل منه فيرب افوار بعد كده بشيل اخ واحط اكسون تيجو على الاو. بارلي جي بارلي تو ا بارلي الى بارلي نوز افون بارلي فوز افي بارلي ايلز اون بارلي. اوتر فيرب verbe verbe chanter chanter يعني يغني بيغني. عاوز الفيرب ده في الباسي كومبوزي بكل بساطه اجيب قبل الفيرب فيرب افوار واشيل الاغ واحط اكسون تيجو على الاو هيطلع لي الفيرب بالشكل ده في الباسي كومبوزي واقوله جي شانتي جي شانتي تو يا شانتي تو يا شانتي Il a chanté, elle a chanté, nous avons chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, vous avez chanté, ils ont chanté, elles ont chanté. يبقى انا عملت ايه؟ جبت فيرب افوار قبل الفيرب وشلت الاف وحطيت اكسون تيجو على لا لتر او. اوتر فيرب فيرب ايمي ايمي فيرب تو لاف او تو لايك يحب. عاوز فيرب ايمي في الباسي كومبوزي بكل بساطه اجيب فيرب افوار قبل الفيرب. يبقى انا حبايبي لازم اكون حافظ كويس جدا فيرب افوار افوار اللي احنا لسه مراجعينه دلوقتي مع بعض جي تو يا الى الى نوز افون فوز افي ايل زون ال زون. انا جبت افوار قبل الفيرب. الحاجه الثانيه بشيل الاخ واحط اكسون تيجو على لا لتر او الوغ فيرب على لا لتر او. Alors, verbe aimer au passé composé. J'ai aimé, tu as aimé, il a aimé, nous avons aimé, vous avez aimé, ils ont aimé. Autrefois, je répète, verbe aimer au passé composé. J'ai aimé. Tu as aimé, il a aimé, elle a aimé, nous avons aimé, vous avez aimé, ils ont aimé, elles ont aimé. طيب احنا اتفقنا وقلنا ايه يا حبايبي؟ اي فيرب اخره er تمام؟ بجيب قبل منه فيرب avoir بعد كده بشيل er واحط accent aigu. انت المقرر عليك او اللي انت هتدرسه حاجه بسيطه جدا تمام. هيجي لك كل الفيربات اللي بتاخد افوار. طب معنى كده يا مستر ان كل الفيربات اللي اخرها اغ بتاخد افوار؟ طبعا كلها بس ما عدا كام فيرب كده بياخدوا اتخ. انت لسه مش مقرر عليك بس انا هديك فيرب منهم. هو فيرب ايه يا اولاد؟ فيرب الي. ليه هديك فيرب الي؟ الي من اكثر الفيربات انتشارا. يعني مين فينا ما بيقولش مثلا انا رحت النادي، انا رحت المدرسه، انا رحت الدرس، انا رحت عند بابا، انا رحت عند صاحبي. بيستخدم فيرب عليه في الباسي كومبوزي في الماضي المركب. فانا فيرب عليه من الفيربات اللي اخرها اغ بس الفيرب ده بياخد اتخ مش افوار. فانت عشان ما تتلخبطش المقرر عليك ان الفيربات اللي هتجيلك كلها بتاخد افوار. انت بس عرف لي ان علي بياخد اتخ. اذا اجيب اتخ قبل فيرب علي هيطلع لي الفيرب بالشكل ده je suis allé je suis allé tu es allé tu es allé il est allé
Elle est allée, nous sommes allés, nous sommes allés, vous êtes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. أخذ بالك كويس جدا يا أولاد. فيرب إتر من الفيربات اللي بعمل فيها ربط بين ربط مع الكلمات اللي بعدها. يعني مثلا جو سويز ما اقولش جو سوي الي، جو سويز الي. تو ييز الي، إل إت الي، إل إت الي، نو سومز الي، نو سومز ز ز نو سومز الي، فوز إتز الي، إل سونت الي، إل سونت الي. Autrefois je répète le verbe aller au passé composé. Je suis allé, je suis allé, tu es allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. طيب انا دلوقتي كنت بعرف le passé composé لما بيجي بيقول لي في السؤال conjugue le verbe au passé composé. طب لو ما جاش قال لي يا حبيبي اعمل الفيرب ده في الباسي كومبوزي هعرف منين؟ عندي حاجه اسمها لي موكلي. موكلي الكي ووردز، كلمه كلمه بتبقى موجوده في الجمله، اما في اول الجمله او في اخر الجمله او في نص الجمله، المهم ان هي الكلمه دي بتبقى موجوده في الجمله. الكلمه دي يا اولاد بتدل على الباسي كومبوزي، دي كي ووردز للباسي كومبوزي. خلاص اكيد كلمه هتدل على الماضي. اول موكلي معايا هي كلمه ايير. Hier, 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 يعني yesterday, امبارح, بالامس. طبعا, ici je ne prononce pas la lettre H, مش بنطق حرف ال H, بنطق كلمة hier, 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 امبارح. أو avant-hier, 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 أول امبارح, avant-hier. طبعا, حرف T. بنطقه avant-hier avant-hier اول امبارح. La semaine passée la semaine passée last week الاسبوع اللي فات. اخد بالي كويس هنا الكي ووردز بتاع الجمله دي مش la semaine، لا كلمه passé. كلمه passé يعني الماضي، تمام؟ فاي كلمه فيها passé ممكن اقول مثلا lundi passé الاثنين اللي فات، mardi passé الثلاث اللي فات، le mois passé الشهر اللي فات، أقول مثلا لو كور باسي الحصة اللي فاتت، لا سمين باسي الأسبوع اللي فات، أقول مثلا لاني ديغنيير، لاني ديغنيير لاست يير السنة اللي فاتت، برضو أي كلمة فيها كلمة ديغنيير، خلاص؟ يبقى سو سون لي موكلي دو باسي كومبوزي، دي حبايبي الموكلي بتاع لو باسي كومبوزي، نكرههم تاني مع بعض، إيير، 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 أفونتيير، أفونتيير، avant-hier, avant-hier, la semaine passée, l'année dernière, autrefois je répète les mots-clés du passé composé, hier, hier, avant-hier, avant-hier, la semaine passée, l'année dernière. Maintenant, mets les verbes au passé composé. هنا بقى محدد لي فوق بقولي اعمل الفيرب ده في الباسي كومبوزي. اول جمله tu refermais la fenêtre. Tu refermais la fenêtre. عاوز فيرب refermer au passé composé وانا مغمض اجيب قبل الفيرب ده فيرب avoir. avoir مع tu tu يا واشيل الار واحط accent aigu على الاو tu يا refermer la fenêtre. المثال الثاني nous trouver un grand panier. Nous trouver un grand panier. Verbe trouver, يعني found, يجد, احنا وجدنا un grand panier, سلة كبيرة. عاوز verbe trouver في الباسي composé بكل بساطة أجيب قبل الverbe verbe avoir وأشيل الR وأحط accent aigu على الE. Nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Nous avons trouvé. المثال الآخر Mira frappé à la porte. Mira frappé à la porte. Mira بتخبط على الباب. طبعا verbe frapper اجيب قبل منه verbe avoir. Mira اللي هي طبعا elle. هيبقى الverbe Mira a frappé. Mira a frappé. بشيل الR يا ولاد وحط accent aigu على E. Mes parents décoraient la maison. Mes parents décoraient la, mes parents décoraient la maison. بكل بساطة أنا مغمض، فيرب ديكوري،
اجيب قبل منه فيرب افوار واشيل ار واحط اكسنت ايجو على الاو يبقى مي بارون اون ديكوري لا ميزون. فو رونجي لا سال دو سيجور. فيرب رونجي يعني بيرتب. اجيب قبل الفيرب ده فيرب افوار مع فو. Vous avez rangé la salle de séjour. Vous avez rangé la salle de séjour. مثال آخر. Il commençait l'interview. Verbe commencer, يعني verbe to start. أجيب قبل الفيرب ده verbe avoir. وأشيل R وأحط accent aigu على ال E. يبقى ils ont commencé l'interview. طبعا إحنا بدأنا l'interview. Tu aimais la nouvelle décoration. As verbe aimer fait le passé composé ma fait le passé composé ma tu beaucoup les basota agib abli le verbe d'un verbe avoir. Tu as aimé. Tu as aimé la nouvelle décoration. Nous jouer dans le jardin. Verbe jouer fait le passé composé beaucoup les basota habibi agib abli menno verbe avoir. Avoir ma nous. Nous avons joué. Washil R ou hot accent aigu à la E. On décorait la salle à manger. Verbe décorer. Agib ablemen nos verbes avoir. Washil R ou hot à la E accent aigu. On a décoré la salle à manger. Elle décorait la bibliothèque. Bien hot avoir. Washil R ou hot à la E accent aigu. Ils ont décoré la bibliothèque. La bibliothèque, la bibliothèque, la bibliothèque, la bibliothèque. Vous découpez ces formes. Aux verbes découper, c'est le passé composé ou un embrama de habibi, agib abli le verbe da. Verbe avoir, washil r ou hot accent aigu à la e. Vous avez découpé ces formes. Il dessinait des ronds et des carrés. طبعا verb dessiner يعني يرسم اجي الverb ده في الباسي كومبوزي اجيب قبل منه verb avoir و بشيل r وحط accent aigu على ال e. Ils ont dessiné des ronds et des carrés. Nous fabriquer les décorations. Nous fabriquer les décorations. طبعا fabriquer يعني يصنع يصنع. Fabriquer بياخد قبل منه طبعا verbe avoir وشيل R زي ما احنا حفظنا كده يبقى nous avons fabriqué les décorations. Tu cassais le vase. Verbe casser يعني يكسر. Le vase اللي هي الفازة. حاجة كده تعرفوها يا حبيبي. Le vase. كلمة vase يعني الفاز. لو الكلمة دي كانت في ميناء يعني لا فاز كان هيبقى معناها الطين. عارفين الطين؟ التراب وعليه ميه بقى طين اسمه لا فاز. انما هنا لو فاز يعني الفازه. فيرب كاسي فيرب كاسي يكسر. طبعا هجيب قبل منه فيرب افوار وطبعا اشيل الار واحط اكسون تيجو على الاو. تو يا كاسي لو فاز. نولوي اون تري بيل ميزون. فيرب لوي اللي هو يؤجر بيأجر بيت جميل. طبعا الفيرب ده ياخد افوار واشيل طبعا الار وحط accent aigu على ال e. هيبقى nous avons loué, nous avons loué, nous avons loué une très belle maison. Nous avons loué, nous avons loué une très belle maison.